النشرة الرئيسية من الفضائيات التربوية مساء الخير، نبدأها بالعناوين. بمشاركة 64 فريقا، انطلاق البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية بالمركز الوطني للمتميزين في حمص. منظمة اتحاد شبيبة الثورة تفتتح فعاليات المخيم الشبيبي لأبناء وبنات الشهداء في ريف اللاذقية. جامعة دمشق والاتحاد الوطني لطلبة سوريا يكرمان الخريجين الأوائل في كليات جامعة دمشق لعام 2021-2022. هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع محافظة اللاذقية ينهيان تجهيز موقع النقعة بمدينة جبلة لمتضرري الزلزال. أهلا بكم مشاهدينا. من العناوين إلى التفاصيل، أطلقت إدارة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع أمس البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية مرحلة التجمعات لعام 2023، والتي تستمر حتى 25 من آب الجاري، وذلك في المركز الوطني للمتميزين بحمص. ويتنافس 64 فريقا من مختلف المحافظات بمجموع 153 طالبا وطالبة، لكل منهم من المدارس العامة والخاصة والمتفوقين والمنارات والجمعيات، إضافة إلى 29 مدربا ومدربة. اختتمت في حلب دورات التقوية وتعويض الفاقد التعليمي لتلاميذ الحلقة الأولى في مدرسة الثورة بحي السكري، والتي أقيمت بالتعاون بين وزارة التربية والمنظمة الفنلندية للإغاثة FCA، والتي استهدفت الأطفال القاطنين مع أهاليهم من متضرري الزلزال في مركز الإيواء بمدرستي الشهيد أحمد أديب العلي وعمر أبو ريشة. لتفاصيل أكثر عن هذه الدورات نبقى في اتصال هاتفي مع رئيس دائرة التخطيط والتعاون الدولي الأستاذ فراس العلي. يسعد مساك أستاذ فراس. يا هلا، الله يسلمك، مساك. يعطيك العافية، لابد أنك تابعت الخبر معنا. للمزيد من التفاصيل، ما هي المدة الزمنية لهذه الدورات؟ نحن برنامج دورات التقوية وتعويض الفاقد التعليمي، عندنا نوعين من البرامج عم تتم بحلب، هي دروس التقوية والتعليم الترميمي ودروس تعويض الفاقد التعليمي. مدة الدورة بتكون 144 جلسة تعليمية موزعة بمعدل 4 جلسات يوميا. عم تتنفذ خلال أيام العطل الرسمية، طبعا هلأ حاليا بفترة الصيف. على مدار الأسبوع. أستاذ، كم عدد التلاميذ المستهدفين في هذه الدورات، وما هي الفئة العمرية المستهدفة؟ تماما، نحن في بقى أستاذي الكريم نفذنا في المرحلة الأولى، تم تنفيذ دورات فاقد التعليمي ب 18 مدرسة. استهدفت 4920 طالب وطالبة في مرحلة التعليم الأساسي. وحاليا هدول دورات اللي انتهوا، هدول انتهوا واختتمناهم طبعا. كل الشكر لجهودكم. حاليا عندنا 68 مركز شغال في مدينه حلب، يعني دورات شغاله في 68 مدرسه. العدد المستهدف من الطلاب 14163 طالب وطالبه. بالطبع هذه الدورات مستمره ايضا لاستهداف كافه الفئات العمريه وكافه الطلاب لتعويض الفاقد التعليمي. أكيد مديرية التربية في حلب على تنسيق دائم ومتواصل مع الشركاء في قطاع التعليم من المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية، طبعا من خلال مديرية التخطيط في وزارة التربية. نحن على تنسيق دائم من أجل إقامة مثل هذه الدورات لتعويض ما فات الطلاب من فاقد تعليمي نتيجة كارثة الزلزال اللي ضربت محافظة حلب في 6 شباط لهذا العام، بالإضافة إلى تنفيذ دروس تقوية سواء لطلاب الشهادتين التعليم الأساسي والثانوي، أو دروس تعويضية ترميمية، تعليم ترميمي من أجل النهوض بمستوى الطلاب، تتنفذ حتى بالتزامن مع العام الدراسي، من نفذة خارج أوقات الدوام الرسمي في المدارس اللي هي شفت واحد أو فوج واحد. من نفذة بعد انتهاء التوقيت الدوام المدرسي، أو خلال أيام الجمعة والسبت في باقي المدارس.
نعم أستاذ فراس، هل هذه الدورات تقتصر على تعويض الفاقد التعليمي أم أن هناك برامج وأنشطة أخرى كدعم نفسي كدورات إسعافات أولية؟ أكيد أكيد، نحن نسعى في مديرية التربية بحلب نعم. لاستثمار هذه الدورات من أجل تحقيق أهداف أخرى. فعلى سبيل المثال نحن نقوم باستهداف كافة المعلمين القائمين على تنفيذ هذه البرامج بدورات متعددة، دورات رفع قدرات المعلم وكفاءته، دورات التعلم الوجداني، التعلم الشامل، دورات الدعم النفسي، وأكثر شيء حاليا في الفترة الحالية يتم التركيز عليه هو تدريب المعلمين على كيفية الاستجابة للطوارئ والكوارث وكيفية التعامل مع الطلاب في ظل الكوارث. نعم، كل الشكر لجهودكم لتطوير العملية التعليمية في سوريا وتدارك كافة العقبات التي قد تواجه تلاميذنا. شكرا لك أستاذ فراس على هذه المعلومات وهذه التفاصيل. كان معنا عبر الهاتف الأستاذ فراس العلي، رئيس دائرة التخطيط والتعاون الدولي في حلب. شكرا لك. شكرا لحضرتك. شكرا. شكرا. التربوية. شكرا. شكرا. ونبقى في حلب ولكن مع الطالبة المتفوقة لين النعيمي الحاصلة على المركز الأول على مستوى سوريا في الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي. لين تحدثت عن تجربتها ودراستها خلال العام. أول ما بلشت بالبكالوريا في وقت فراغ وعندي وقت دراسة كمان، بعدين بشهر آذار يمكن قبل الفحص خصصت هون وقتي كله للدراسة وصرت أدرس كتير وحطيت هدفي قدامي، وكنت أطمح بشيء أعلى من 2900 مشان نجيب 2900، كنت خلي سقف أحلامي أعلى من الشيء اللي بدي إياه إنه مشان يتحقق هذا الشيء. شيء موهبتي هي الرسم، كنت خصص أوقات لحتى أرسم ولحتى أرفه عن حالي وابتعد عن جو الدراسة، وحتى هم مدرستي كانت تعمل كتير معارض وشارك فيها بلوحاتي وهيك ونعرض رسماتنا وهيك أنا ورفقاتي. أهلي كانوا يوفروا لي كل الأجواء النفسية وإنه يدعموني بأي شيء بدي إياه، يوفروا لي أي شيء بطلبه منهم. بعد ما خلصت فحص كنت إنه كل مادة أرجع منها كنت واثقة إنه خلاص قدمت منيح وما عندي شيء هيك إنه محدد إنه مخربطة فيه أو هيك، بس كنت خاف مثلاً موضوع العربي نقصولي عليه شوي أو هيك. فبعدين يعني بعد فترة النتائج أنا كنت راضية بحالي إنه شو ما جمعت، قلت إنه خلاص ما رح أقتل هاي الفرحة شو ما جبت معلش. بس انه كنت ادعي انه الله ما يضيع لي تعبي اللي تعبته كتير يعني، وانه اطلع الاولى وهيك وجبتها يعني. افتتح اتحاد شبيبة الثورة في اللاذقية المخيم الشبيبي تحت عنوان أبناء الشمس لأبناء وبنات الشهداء في منطقة الصلمفة بريف اللاذقية، والذي يستمر حتى الاثنين القادم بأنشطة حوارية تربوية وترفيهية. رئيس اتحاد الشبيبة سومر ظاهر التقى المشاركين وشاركهم نشاطاتهم التفاعلية والترفيهية واطلع على واقع المخيم ومتطلباته، وعبر عن سعادته بلقاء أبناء أنبلي بني البشر مؤكدا على دعم المنظمة بكل إمكانياتها لهم وسعيها لتطوير مهاراتهم وصقلها وتنمية مواهبهم. كرمت جامعة دمشق بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا الخريجين الأوائل في كليات جامعة دمشق لعام 2021-2022. مراسل التربوية واكب الاحتفالية وعاد بالتقرير التالي. بحضور الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والرفيقة الدكتورة دارين سليمان رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، أقامت جامعة دمشق بالتعاون مع فرع دمشق لطلبة سوريا حفلا تكريميا للخريجين الأوائل في كليات جامعة دمشق لعام 2021-2022. هذا التكريم له طابع خاص لأنه يعبر عن التفوق، عن التميز، عن الإبداع، وهؤلاء الخريجين بالتأكيد منهم سيكون معيدين في الجامعة لمتابعة دراستهم وتحصيلهم العلمي، بحيث أن يكونوا في المستقبل أعضاء هيئة تدريسية في هذه الجامعة، ومنهم من يتابع دراسته في مرحلة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه أيضا. وهذا التفوق جاء نتيجة جهد ومتابعة مستمرة من أبنائنا الخريجين طيلة حياتهم الدراسية على مدى سنين طويلة، وأيضا نتيجة تشجيع ومساندة رئاسة جامعة دمشق وجميع الكوادر التعليمية والإدارية في هذه الجامعة، وأيضا السند الأكبر هو الأهالي الذين وقفوا إلى جانب أبنائهم الخريجين
فهم شركاء حقيقيين في هذا التفوق. وتخلل الحفل كلمة لرئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان، أشاد فيها بالجهود المبذولة من الجميع للوصول إلى أعلى درجات النجاح. أنتم خير سفراء لجامعة دمشق في نشر رسالة العلم والتنوير. هذا التميز هو بداية لمحطة جديدة في مسيرة بناء الوطن والإنسان، والتي تحتاج لتضافر جميع الجهود وخاصة جهودكم أنتم أيها المتفوقون. في ظل الظروف الصعبة اللي عم نمر فيها بلدنا، صراحة هن حققوا إنجاز كبير، ونحن هذا أقل شيء ممكن نقدم لهم إياه أنه نحن نحتفل فيهم ونكرمهم. هن بحاجة أكثر من هيك، نحن معهم إن شاء الله. كانوا 5 سنين يعني صعبين، ضغط دراسة، تخصص معنا سهل بالنهاية، وكمان في مبارزة ومنافسة حتى الواحد يحصل المرتبة الأولى. كان هدف للأمانة وإبراز، لأنه مو أي إنه كتير نقد إنه بنت تفوت هندسة، بنت تفوت ميكانيك عام، فهذا الشيء كان منافسة بصراحة ومبارزة كتير كتير قوية. أهلي كتير دعموني والحمد لله، إنه هاي اللحظة بتنسينا كل شيء صعب مرينا فيه، والحمد لله ما في أحلى من دموع الفرح بهالحياة، وبتشكر كل من دعمنا بهذه الحياة. وبدي أنصح كل حدا أنه عنده الطموح ما ييأس أبدا. كما تضمن الحفل فقرات فنية منوعة. وفي ختام الحفل تم تقديم الدروع لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة دمشق وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية. تعد كلية التربية في جامعة حماة التي أنشئت عام 2005 مؤسسة تربوية أكاديمية تسعى إلى تحقيق الجودة والتميز في مجال التعليم وإجراء البحوث التربوية والنفسية محليا وأقليميا ونشر المعرفة وخدمة المجتمع. فماذا نعرف عن تاريخ تأسيسها وماذا تضم من أقسام؟ أحدثت الكلية التربية بمكرمي من مرسوم بالسيد الرئيس بعام 2005، أحدثت الكلية بقسم تربية الطفل، وتم أحداث قسم تربية خاصة بعام 2011. تخرج الكلية بكل عام خريجي معلم صف، وهم يدخلون إلى سوق وزارة التربية كمعلمين للحلقة الأولى. تم افتتاح درجة الماجستير بقسم تربية الطفل. طبعا يحق لخريجي معلم صف ورياض الأطفال في قبول، يمكن قبولهم في درجة الماجستير هذه. طبعا الكلية مكونة من عدة أقسام، مكونة من مخابر، لدينا مخبر وظائف علم وظائف أعضاء، لدينا مخبر حاسوب. أنهت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع محافظة اللاذقية تجهيز موقع النقعة بمدينة جبلة المعد ضمن مشروع تنفيذ 1000 وحدة سكنية لمتضرري الزلزال، ويضم الموقع 47 وحدة سكنية مجهزة بالمستلزمات المناسبة لإقامة العائلات المتضررة من الزلزال والمستحقة وفق الأولويات التي تم تحديدها من قبل الوحدات الإدارية وغرفة عمليات الإغاثة في المحافظة. بدأ المكتب التنفيذي لمجلس بلدة بيت ياشوط بتنفيذ برنامج العمل التطوعي الإنمائي للبلدة بهدف الوصول إلى أنظف بلدة في محافظة اللاذقية في نهاية عام 2024. هذا البرنامج متنوع ويتكون من مشروعات عدة. يتضمن المشروع الأول تشكيل فرق عمل تطوعية وقد تم البدء فيها،
ووصل العدد حتى الآن إلى 100 متطوع. والمشروع الثاني هو جعل البلدة أنظف بلدة في المحافظة، ويهدف للتخلص من 75% من القمامة باستخدام التمر بدلا من نقلها إلى مكبات القمامة وتكبيد البلدة جملة من النفقات. ويهدف المشروع الثالث إلى البدء بتشجير بعض أملاك الدولة القابلة للتشجير في البلدة، بحيث يتم تشجير 500 شجرة سنويا بأشجار الخرنوب والتين والتوت والجوز والبندق وأشجار أخرى. أطلق فريق الصم المبدعون سلسلة دورات مجانية بلغة الإشارة تستهدف الصم وأقرانهم السليمين، وذلك بالشراكة مع مؤسسة سند الشباب التنموية وبدعم وتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان في سوريا. وتضم الدورات تعليم السامعين أساسيات لغة الإشارة وفق القاموس الإشاري وضرورة الوعي بأهمية نشرها وتعزيزها بين أبناء المجتمع المحلي، وتعليم الأحرف لتنتهي بتركيب الجمل، وتشكيل حوار كامل وقصص بلغة الإشارة، بالإضافة إلى دورة إسعافات أولية موجهة للصم أساسا. هذا ويشارك في هذه الدورات 30 شابا وشابة، بينهم طلاب ثانوية وجامعيون من مختلف الاختصاصات. ننتقل إلى أخبار الرياضة مع الزميل يزن سيفو. مساء الخير يزن. مساء الخير مجد، يعطيك العافية. يعافيك. مشاهدينا، جولة رياضية سريعة ولكن بعد الفاصل. في أول الأخبار الرياضية نبقى محليا، حيث أضاف منتخب سوريا للقوة البدنية 5 ميداليات جديدة، 4 فضيات وبرونزية لرصيده في اليوم الأول في بطولة آسيا للجامعات المقامة في الجامعة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، حيث أحرز اللاعب حسين خليل 4 فضيات رفعة التقرين وفضية المجموع العام ضمن منافسات وزن 74 كيلوغراما، بينما نال يوسف 4 فضيات رفعة السكوات وفضية رفعة التقرين وبرونزية المجموع العام لوزن 83 كيلوغراما. وكان اللاعبون أحمد شحط أحرز في وقت سابق 3 ميداليات فضية وبرونزيتين، حيث جاءت البرونزيتان في الترتيب العام وفي رفعة السكوات، بينما أحرز الفضية في التقبين. نبقى محليا في ختام تصفيات الآسيوية لكرة السلة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، خسر منتخب سوريا أمام نظيره الأندونيسي بنتيجة 84 إلى 78 في المباراة التي أقيمت على أرض صالة مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق. وتأهلت البحرين إلى الملحق لنيلها المركز الأول في الترتيب النهائي للتصفيات ب20 نقاط، يليها منتخب السعودية ب8 نقاط، ثم منتخب الهند ب7 نقاط، ليأتي منتخب كازاخستان رابعا وأندونيسيا خامسا ب7 نقاط لكل منهما. أما المركز الأخير من نصيب منتخبنا الوطني ب6 نقاط. أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده بشكل رسمي مع الحارس المغربي ياسين بونو قادما من إشبيلية الإسباني. وذكر الهلال في بيان أن ياسين بونو وقع عقود انتقاله لصفوف الهلال لمدة 3 مواسم، وسيتم تقديم الحارس المغربي ياسين بونو في حفل ضخم مساء اليوم برفقة زميله المنضم حديثا البرازيلي نيمار جونيور. وارتبط اسم بونو البالغ من العمر 32 عاما بالانتقال إلى ريال مدريد وبايرن ميونخ الألماني هذا الصيف، لكنه فضل في النهاية خوض تجربة اللعب في دوري روشن السعودي للمحترفين. أخيرا، وفي ألمانيا حقق بايرن ميونخ الألماني انتصارا عريضا ب4 أهداف دون رد على مستضيفه فيردر بريمن في افتتاح النسخة الجديدة من دوري الدرجة الأولى الألماني البوندسليغا. وافتتح ليروي ساني التسجيل لبايرن في 4 بتمريرة حاسمة من هاري كين، وأضاف كين الهدف الثاني في 74، ثم عاد ساني وسجل الهدف الثاني له والثالث للعملاق البافاري في 91 قبل أن يحرز البديل الشاب ماتياس تيل في 5 من الوقت الإضافي بالشوط الثاني. وجاءت انطلاقة المباراة ساخنة من الفريقين خاصة من جانب البايرن الذي سعى بشكل واضح لمحو آثار خسارته في كأس السوبر الألماني أمام لايبزيغ. مشاهدينا، كان هذا كل شيء لليوم في أخبارنا الرياضية. أعود إليك مجد. شكرا لك كابتن، يعطيك العافية.
وفي جولتنا حول العالم نذهب إلى طرطوس مع أضخم منحوتة في الوطن العربي والثامنة عالميا، وهي من إبداع عدد من الفنانين السوريين في منطقة برمانة المشايخ بريف المحافظة. والمنحوتة فكرة عدنان صف الدين الخطيب، وقام بتصميمها الفنان النحات علاء محمد. شاركه في تنفيذها كل من النحاتين نزار البلال ومحمد نقري وشورش فان وباسل إبراهيم وسامر الروماني. نهاية النشرة، ولم يبقى سوى التذكير بالعناوين. بمشاركة 64 فريقا، انطلاق البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية بالمركز الوطني للمتميزين في حمص. منظمة اتحاد شبيبة الثورة تفتتح فعاليات المخيم الشبيبي لأبناء وبنات الشهداء في ريف اللاذقية. جامعة دمشق والاتحاد الوطني لطلبة سوريا يكرمان الخريجين الأوائل في كليات جامعة دمشق لعام 2021-2022. هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع محافظة اللاذقية ينهيان تجهيز موقع النقعة بمدينة جبلة لمتضرري الزلزال. كان هذا كل ما لدينا. لمزيد من الأخبار زوروا صفحة الفضائية التربوية على الفيسبوك. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.